يا ابني عملت لك حاجه؟ انا بقى اطمن على بنتي، وجاب كنت في السفر وجاب لها هديه معايا، وجاب لك هديه. انا متضايق يا عم من وجودك، اتفضل بره. يعني بقول لك ايه يا حسين؟ نعم. بابا اتصل بيا وكان عايز يجي يشوفني وكده، فانا قلت له يجي يتغدى معانا النهارده. يعني ايه يجي يتغدى معانا النهارده؟ انت استاذنتيني؟ مش انا صاحب البيت؟ كلمت على لساني ليه؟ هو المفروض هو اللي يكلمني وانا اقول له تعالى، هو ما تجيش. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ طب ازاي يا حسام؟ ده ابويا. طب وانا هعمل لك ايه؟ ابوكي مش ابويا انا. يلا بقى يا هانم اتصلي بيه وقولي له الكلام ده وما يجيش، عشان لو جه هسود عيشتك. اتكل على الله. يلا يا رب. اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش هقدر اقول لبابا الكلام دوت، ولا هقدر اتكلم اصلا معاه كده. يا رب. طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا خايف، مش عارف اعمل ايه دلوقتي. يا رب يا رب. شكله جه. ازيك يا بنتي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ وجوزك عامل ايه معاك؟ كويسين الحمد لله. شكرا يا بابا. فين جوزك وامك؟ جوه. السلام عليكم يا حسام يا ابني. عليكم السلام. ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ الحمد لله. شغلك عامل ايه يا ابني؟ كله تمام الحمد لله. بس انا شايف سلامك كده مش حلو معايا، في ايه يا ابني؟ لا ولا سلام ولا حلو ولا مش حلو يا حاج، بس انا قاعد مقرف شويه. مقرف من ايه يا ابني؟ معلش يا حاج، اصل انا قلت لبنتك حاجه بس شكلها ايه ما وصفهالكش كويس. لا يعني لا يا بابا، ده بيشكر فيك وبيقول انه بحبك جدا. بحبه جدا. بص بقى يا حاج، البيت ده باسمي، يعني ملكي، يعني قبل ما تيجي تكلمني انا وتاخد اذني اقول لك تيجي او ما تجيش، لكن تستاذن البنت تقول لها انا جاي، لا ده ما ينفعش. فعشان كده انا مش راضي على ايه، على ما جيك هنا. يا ابني انا عملت لك حاجه؟ انا بقى اطمن على بنتي، كنت في السفر وجاب لها هديه معايا، وجاب لك هديه. انت بتعمل كده ليه يا ابني؟ هنقعد نتكلم كتير ونحكي كتير. انا قلت لك يا حاج فيها ايه؟ انا دلوقتي مش قابل وجودك في المكان، ممكن حضرتك تستاذن؟ يعني ايه استاذن؟ انت بتطرد واحد قد ابوك من بيتك يا حاج؟ ما انا قلت لك اهو ده بيتي وانت قلت بيتي، انا حر اقعدك في بيتي ما اقعدكش، انا حر. انت استاذنتني؟ انت استاذنت بنتك وانا قلت لها ما تتدخلوش في البيت، وانا متضايق يا عم من وجودك، اتفضل بره. يعني انا استاذن عشان اجي اشوف بنتي بتقطع صله رحم ومحدش يقدر يمنعني عن بنتي او ما اشوفهاش، ولا انت ولا 10 زيك؟ لا انا اقدر امنعك لما يكون بيتي. لا انا اقدر امنعك، قلت لك لما يكون بيتي انا اقدر امنعك. يعني عاوز اشوف يعني بنتك خليها تروحك، اتفضلي روحي مع ابوك لو انت عاوزه تشوفيه. يعني ده اخر كلام عندك؟ ده اخر كلام عندي، اتفضلي معايا لو انت عاوزه تشوفيه. ما مش هسيبك يا بابا. يا بابا من لما تمشيش يا بابا. يا بنتي انا ما اقدرش اكذب عليكي، انت قاعده في بيت جوزك ماشي، ولما تعوزيني هكلمك في التليفون وانا اطمنك بالتليفون بقى. لا يا بابا انا هاجي معاك. لا يا بنتي ما تخافيش على نفسك عشان خاطر. لا انا هاجي معاك. وانا لما عاوز اكلمك في التليفون واطمن عليكي ماشي؟ لا يا ماما تزعل. وخلي بالك، لا انا بعد الهنا دي ما اقدرش اقعد في البيت ده تاني، ما اجيبوش. انت عايزاني كلمني في التليفون، انا اكلمك اطمن عليك يا بنتي ماشي؟ ايه انا علي صوتنا والجيران تتفرج علينا ولا ايه؟ بصوا يا جماعه، طبعا احنا ده كله تمثيل، وعم نصر اهو جنبي وانا بحبه جدا ولا بطرده ولا اي حاجه. اقول لهم عم نصر ده تمثيل؟ لا لا طبعا ده تمثيل، وده ابني طبعا حسام غالي عليا جدا، بس احنا حبينا نوصل رساله ان لازم طبعا الشاب بيعامل حماه كويس، وعلشان حتى خاطر بنته بس كده. ده مضمون الرساله، واوعى تعامل حماك وحش. سلام عليكم.